الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الرسل محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه طيبين الأطهار. مشاهدين الكرام، أرحب بكم وأحييكم في هذا العدد الجديد والمتجدد من مجلسكم العطر مجالس السيرة النبوية. أسعد في هذا العدد بنقاش هذا الموضوع مع الفاضلين الدكتور الخميسي بزاز عن يميني. أهلا وسهلا بك شيخنا. أهلا بك أخي. سعداء بهذا اللقاء وبتجدد الموعد. الحمد لله رب العالمين. الله يسلمك. الشيخ مسعود مياد إمام الجامع الكبير، أهلا وسهلا بك بيننا. أهلا وسهلا، تحياتي. سعداء بك كذلك. ونحن أسعد أخي. الله يسلمك. مشاهدينا الكرام، إذا تتواصل رحلتنا مع مجالس السيرة النبوية، تدارس السيرة النبوية مع هذين الشيخين الفاضلين. كنا في الحلقة الفارطة قد أتينا على أهم الأحداث التي كانت في السنة الثانية من الهجرة، ولعل أبرزها تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى مسجد الحرام. نأتي إلى هذه الحلقة لنقاش آخر حول ثراء التشريع في هذه السنة، ولعل البداية بداية النقاش تكون من الحكمة من تأخر التكاليف الشرعية خلال الهجرة. لماذا تأخر التكليف الشرعي للمسلمين من هجرتهم إلى غاية السنة الثانية من الهجرة شيخنا؟ بارك الله فيك حمزة. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، تحية لك أستاذ حمزة، وتحية للأستاذ مسعود، وتحية للإخوة المشاهدين والمشاهدات الكرام. نقول لهم جميعا السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، ونسعد دائما بأن يتجدد هذا اللقاء لمدارسة سيرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. فعلا كما ذكرنا في الحلقة الماضية بأن هناك جوانب مهمة وجوانب مضيئة جدا في السيرة النبوية يجب أن نسلط عليها الضوء، وهي صناعة الحياة التي كانت من خلال سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. كيف نضج هذا المجتمع، كيف تكونت مشاعره، كيف مارس شعائره، كيف تحقق فيه كل هذه المقومات التي جعلت منه مجتمعا فاضلا استطاع أن يحقق في ظرف قياسي ما لم تحققه مجتمعات كثيرة جدا. لا شك أن هذا بحاجة إلى أن نسلط الضوء على هذه المعاني، وكما قلنا لا نصور السيرة تصويرا ملحميا وفقط. ومن ذلك فنحن على أثر ما قلنا المرة الماضية من أن تغير القبلة، وهي شعيرة من الشعائر لأنها تتعلق بفريضة الصلاة التي فرضت قبل الهجرة، قد حدثت في السنة الثانية للهجرة، فغير النبي صلى الله عليه وسلم قبلته من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام. فها نحن نتحدث على بعض التشريع الذي حدث في السنة الثانية للهجرة. ومهم جدا هذا السؤال الذي طرحتموه أستاذ حمزة، وهو ما الحكمة من أن يتأخر التشريع كل هذه المدة؟ نحن لا نتحدث فقط على سنتين للهجرة، نحن نتحدث قبل ذلك على 13 سنة من الوجود في مكة المكرمة. كان الوحي فيها يتنزل على النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت الجماعة المؤمنة القليلة كانت تكبر شيئا فشيئا، ولكن كان المنهج الرباني لتلك الكوكبة، لتلك النخبة التي اختارها الله عز وجل لتكون هي النواة الأولى التي تقوم عليها الجماعة، جماعة المسلمين بعد ذلك وتؤسس دولة الإسلام. هذه النواة الأولى كانت التربية متوجهة إلى غرس الإيمان وغرس المعتقد في قلوب أولئك المؤمنين، وطبعا نبذ كسر كل المعتقدات الشركية والوثنية التي كانت تسكن في قلوب أولئك الناس، حتى لم يعد هناك من شيء أكبر في الوجود عند أولئك الناس
من رب العالمين. حينما يقولون الله أكبر فهم يعرفون ما معنى أن الله أكبر من الحياة وزخرفها، أن الله أكبر من المال وبريقه، أن الله أكبر من كل شيء يمكنه أن يصدهم عن سبيل الله. فعندما تم بناء هذه النفسية وتم تربية هذا الجيل تربية خاصة، جاء بعد ذلك التشريع. وهذا لا ينفي ولا يمنع من أن نقول بأن هناك بعض التشريعات التي كانت موجودة في مكة ولكنها لم تكن بمستوى التنظيم والضبط الذي سنعرفه بعد ذلك في المدينة المنورة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه يصلون كما رأينا، ولكنهم كانوا يصلون صلاة في الغداء وصلاة في العشاء ويكتفون بصلاة ركعتين اثنتين، ولكن بعد ذلك فرضت الصلاة على الوجه الذي يعرف الناس ويمارسون شعائرهم بها بعد مرور سنوات كثيرة جدا إلى ليلة الإسراء والمعراج. كذلك الحال بالنسبة لموضوع الصيام والزكاة، فإن تشريعهما تأخر بالمعنى الذي يعرفه الناس اليوم إلى غاية هجرة النبي عليه الصلاة والسلام وبقائه في المدينة المنورة قرابة سنتين من الزمن. شكرا أستاذ الخميسي بزاز على هذا البسط وعلى هذا التمهيد على في هذه النقطة، تأخر التشريع إلى غاية نضوج المجتمع وتدربه على هذه العبادات. أستاذ مسعود مياد، لعل من بين العبادات التي كانت موجودة قبل الإسلام ثم عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة ثم بعدها في المدينة، لكن كان هناك نوع من التدرب على هذه العبادة، عبادة الصيام، كيف كان هذا التدرب وكيف كان فرضيتها؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحية لك أخي حمزة، وتحية للدكتور، وتحية لكل المشاهدين الأكارم، فنقول السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. اسمح لي أخي حمزة، فقط قبل الكلام عن الصيام وعن تدريب المسلمين على هذه الفريضة، أن أضيف فقط إلى ما تكلم به الدكتور من الحكم التي لعلها تكون من بين الحكم التي كانت سببا في تأخر هذه التكاليف الشرعية التي فيها نوع من المشقة وفيها نوع من حمل النفس على أداء بعض الالتزامات التي ربما لم يألفوها من قبل ولم يمارسوها من قبل. لعله فقط تأكيد للمعنى الذي ذكره الدكتور، وهي أن المرحلة المكية كانت تدريبا وكانت تكوينا وكانت تقوية للإيمان وغرس للعقيدة وتهيئة الأرض أو تهيئة النفس حتى تتقبل بعد ذلك التكاليف الشرعية بصدر الرحبين، وحتى تجد قوة نفسية على أدائها بل وتلذذا في أداء تلك العبادات. هذا الأمر استدعى كل تلك الفترة، بالإضافة إلى أنه في المرحلة المكية كانت هنالك مشقة على المسلمين، وكأن الله عز وجل لم يرد أن يضيف مشقة للمسلمين على المشقة التي هم فيها من جراء ما كانوا يلاقونه من قريش من أذن ومن تهجير ومن غير ذلك. يعني هم يعذبون ويتخفون ويسبون ويشتمون ويطردون ويهجرون إلى الحبشة وإلى غير ذلك، ونفسيات ربما تحس بنوع من الضعف وبنوع من الهوان، حتى جاء الصحابة إلى رسول الله: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ إلى غير ذلك. فلم يشأ الله عز وجل أن يزيدهم إلى تلك المشقة التي هم فيها مشقة أخرى يتحملونها، في أن يصوموا مثلا، في أن يخرجوا من زكاة أموالهم مثلا، في أن يفرض عليهم الجهاد مثلا. فهذه مشقة إلى
المشقة التي كانوا يعانونها، فيكفي في ربما في ذلك الفترة هو أن يبقون متمسكين بإيمانهم، يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتلقون تلك الآيات التي كانت تنزل تباعا من النبي صلى الله عليه وسلم فيستمعون إليها ويعونها. مش ذلك عندما نتأمل في القرآن المكي نجد بأن القرآن المكي أغلبه كان عبارة عن قصص تتكلم عن أخبار الأنبياء من قبل، وكل ذلك سبب من أسباب تقوية هؤلاء، تثبيت هؤلاء، ويتكلم كذلك عن الجنة، يتكلم عن النار من باب التحفيز، من باب التشويق، من باب أن الله عز وجل يعدكم جنات وأنهار في حالة إذا ما كنتم مؤمنين. فالقرآن في ذلك الوقت، القرآن المكي، وكأنه كان كله من أعظم مقاصده في تلك المرحلة هو أنه يستجلب كل أسباب تركيز الإيمان في قلوب هؤلاء الصحابة حتى لا يرتدوا عن هذا الدين. فلم يشأ الله عز وجل ربما أن يضيف إليهم تكاليف أخرى ومشقة أخرى من شأنها أن ترهق كاهلهم مع ما هم مرهقون. فبعد أن قوي إيمانهم وبرهنوا على ذلك بالهجرة، فقد تركوا كل شيء وراءهم وسمحوا في أهلهم وفي أولادهم وفي ديارهم واستجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم، كانت مرحلة أخرى وهي فرصة لأهل المدينة كذلك في أن يأخذوا تلك السنة أو السنتين كنوع من أنواع التدريب ربما أو التأهيل لهم حتى يصلوا إلى ما وصل إليه المسلمون المهاجرون. القرآن المكي كان ينزل على أهل مكة، أهل المدينة 12 سنة لم يسمعوا بالقرآن، نعم وصلهم بعد ذلك ولكن وصلهم جملة لم يصلهم منجما. وفرق بين أن تأخذ القرآن الكريم منجما ومنزلا يعني على مراحل فتتشربه شيئا فشيئا يقوى إيمانك، وأن تأخذه جملة. ولكن كان هنالك دور آخر للصحابة المهاجرين في تقوية إيمان الأنصار في تلك الفترة. من أجل ذلك إذا كنت تذكر أخي حمزة عندما تكلمنا عن المؤاخاة ذكرنا أنه من بين أهم أهداف المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار هي أن يكون هنالك دور للمهاجرين في نقل تلك المعاني التي تربوا عليها في مكة المكرمة لهؤلاء الأنصار حديث عهد بالإسلام. لذلك يكون تلقين فردي، كل واحد من المهاجرين له واحد من الأنصار، نعم يقاسمه في ماله، يرثه أو يتوارثان، ولكن السبب الأساس أو الدافع الأساس وأن يلقنه هذه المعاني. لذلك أم الدرداء لما أحست بأن زوجها الدرداء أبو الدرداء لم يعطيها حقها وأتعب نفسه، إلى أين ذهبت؟ ذهبت إلى صاحبه سلمان الفارسي الذي هو من المهاجرين وأبو الدرداء من الأنصار. فجاء سلمان الفارسي من أجل أن يوضح الصورة الحقيقية للعبادة لأبي الدرداء، إن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا وإن لربك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. فكان للصحابة إذن دور في تهيئة الأنصار وفي نقل تلك المعاني التي تربوا عليها وأخذوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة. فلما تهيأ أهل المدينة وتهيأ الأنصار من قبل أصبحت الأرض خصبة إلى أن تنزل، وزالت المشقة التي كانت عليهم في مكة المكرمة، أصبحوا الآن يمكنهم أن يستقبلوا مرحلة جديدة في التكاليف الشرعية التي بدأت بعد ذلك ابتداء بفرض القتال إلى الصيام إلى الزكاة إلى غير ذلك. ولعل فيه موضوع مهم جدا تكلم عنه بعض العلماء، أشار إليه أحد الباحثين، وهو أثر الإيمان في أثر الإيمان في أو قدرة الإيمان على تغيير شخصية الإنسان. أحدث مقارنة بين قوة الإيمان في تغيير بعض العادات وقوة القانون في تغيير بعض العادات، وأخذ مثال على ذلك في الولايات المتحدة الأمريكية عندما منعت الخمر في أوائل القرن العشرين، منعت الخمر 18 سنة واستخدمت لذلك كل الوسائل المادية، بل وسخرت الأساطيل تاعها وسجنت وأعدمت 300 من الذين كانوا يروجون للخمر، ومع ذلك الخمر لم تزد إلا انتشارا.
وأصبح الإقبال عليها منقطع النظر، وكأنه لما منعت ازداد الناس رغبة، حتى الذي لم تكن له رغبة أصبح، فاضطرت إلى أن تلغي القانون وفشلت في القضاء على الخمر. يحدث مقارنة ما بين هذا وما بين كل ممنوع مرغوب، نعم، وما بين تحريم الخمر بالطريقة أيام النبي صلى الله عليه وسلم، إلى درجة أن الصحابة أصبحوا يدعون اللهم أنزل لنا في الخمر بيانا شافيا. ولما حرمت الخمر يقول أنس بن مالك، يعني كانوا يحتسون الخمر، قال: فوالله رفعت الكأس وقبل أن أضعها على شفاهي إذ بمناد يقول: ألا وإن الخمر قد حرمت. قال: فرددته وأنا يعني أوشك أن أرتشف منه رشفة، رددته ورميته في الأرض وساحت أزقة المدينة بالخمر. شوف أثر الإيمان كيف ساهم في تغيير هذه العادة التي كان العرب يعني متشبثين بها إلى درجة لا توصف. حتى قال الشاعر يعني من بين ما قال: إذا أنا مت فادفنوني إلى جنب كرمة تروي عظامي بعد موتي عروقها، يعني من شدة تغنيهم وارتباطهم قال لهم: كي نموت ودي دفنوني تحت كرمة، كرمكم الله وأعز الله قدركم، يعني به يشرب الخمر وهو في من شدة يعني، والعرب يتغنون بها. وإن كان كلامنا ليس عن الخمر، ولكن نحن نتكلم عن أثر الإيمان. لما تقوى الإيمان في قلوب هؤلاء الصحابة بعد ذلك كانوا مستعدين إلى أن يفعلوا أي شيء ويستجيبوا لأي تكليف وينتهوا عن أي حرام نهى الله عز وجل عنه. شكرا أستاذ مسعود مياد. ربما هذا البسط فيما يخص التدرج في التشريع يقودنا للحديث عن فرضية الصيام والتدرج في فرضيته على المسلمين، كيف كان المراحل التي مرت بها فرضية الصيام. فرضة الصيام من الفرائض المهمة التي فرضت في هذه السنة الثانية للهجرة بنزول قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذه الفريضة، فريضة الصيام، كما ذكرت في بداية السؤال أستاذ حمزة، هي فريضة عرفتها أمم سابقة بنص القرآن الكريم، فرضت على من قبلنا، ولكنها لم تفرض بهذه الصورة الدقيقة، بهذه الصورة التي عرفها الإسلام وعرفها المسلمون وما زلنا نعرفها نحن إلى اليوم، وهو هذا الامتناع عن الأكل والشرب ومعاشرة النساء من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا النوع من الصيام لم تعرفه أي أمة من الأمم، وإنما كان لديهم لون آخر من الصوم، لأن الصوم هو الامتناع. فبعض الأمم كانت تمتنع عن أكل الطعام الجديد، يعني ما يطهى في ذلك اليوم هو الذي يحظر أكله، أما الطعام القديم فيمكن أن يؤكل منه. ولكن فرضية الصيام كما ذكرت كانت سبقها تدريب، وهو النبي عليه الصلاة والسلام كان قد أمر المسلمين بأن يصوموا يوم عاشوراء، وهو اليوم الذي نجى الله عز وجل فيه موسى بن عمران نبي الله عليه الصلاة والسلام من فرعون، وكانت اليهود تصومه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه. ثم بعد ذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يصوم بصيامه ومن لا يصوم فلا يصوم. فنزل القرآن الكريم يطلب من المؤمنين أن يصوموا شهر رمضان الذي خصه الله عز وجل بالذكر بالاسم دون بقية أشهر السنة في القرآن الكريم. فنزلت الآية التي كنت أتلو صدرها: كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فمن كان منكم أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه، يعني الذين يصومونه ولكن يصومونه بمشقة كبيرة، فهؤلاء التشريع جاء يأذن لهم بأن يفطروا على أن يفتو، وعلى أن الذين يتقونه فدية طعام مساكين فدية طعام مساكين، أي هؤلاء الذين يشق عليهم الصوم فيمكنهم أن يفطروا
يفدوا. والقرآن الكريم بعد ذلك يقول وأن تصوموا خير لكم، يعني والذي يجد في نفسه قدرة على الصوم مع وجود هذه المشقة فلا شك أن الصوم أفضل لهذا، فلا شك أن الصوم أفضل لهذا الإنسان. وكان الصوم في البدايات الأولى أخي حمزة عندما فرض على المسلمين كان مأذون للمسلمين بالأكل والشرب بعد المغرب ما كانوا مستيقظين، فإذا ما ناموا فلا أكل ولا شرب بعد ذلك إذا استيقظوا إلى غروب الشمس اليوم الموالي. وكان أيضا من التدرج الذي تحدثت عنه أيضا في تشريع الصيام أن الرجل كان يحظر عليه أن يأتي أهله حتى ليلا، أي أن معاشرة النساء كانت محظورة بسبب الصيام في شهر رمضان. ثم جاء التخفيف بعد ذلك من رب العالمين، قال القرآن الكريم علم الله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فلا نباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فساعتها تغيرت هذه الأحكام بالنسبة للمسلمين في ذلك الزمان، فأصبحوا يأكلون ويشربون وينامون ويستيقظون فيأكلون ويشربون ما دام الفجر لم يطلع بعد. فكانت هذه بعض الأحكام التي أحاطت بصيام الصحابة أول مرة، فكانت الآيات تتنزل لترافق الصحابة هم يتعرفون على معاني التشريع وهم يتعرفون على أركان الإسلام. نحن نتحدث على الركن الثالث من أركان الإسلام ألا وهو الصيام. شكرا أستاذ الخميسي بزاز. لعل هذه المراحل التي تحدث عنها الدكتور الخميسي بزاز في فرضية الصيام وفي التدرب عليه وهذه المنهجية في الوصول إلى الصيام الذي هو ما هو عليه اليوم حكم ودروس بليغة، كيف يمكن أن تصف أو تتحدث لنا عن هذه الدروس والعبر في هذه المراحل، مراحل التدرب على الصيام؟ نعم، جزاك الله كل خير. حقيقة يعني بين الحكم هذه الكلمة التي ذكرتها وهي التدريب، أن أول شيء أن يفرض صيام يوم في السنة، فأمر غير شاق على الصحابة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكره الدكتور لما دخل المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، قال ما هذا؟ قال هذا يوم عظيم نجى الله. خلاصة أو نهاية الحديث فصامه وأمر بصيامه، فكان صيام يوم عاشوراء يعني في البداية. ثم بعد ذلك فرض صيام شهر رمضان بالصيغة التي تكلم عنها الدكتور، وهي أنه يأكل ويشرب ما لم ينم، فإن نام فإنه يتم صومه إلى غروب شمس اليوم الموالي، وهذا فيه مشقة كبيرة جدا، فربما الواحد منهم، وبالفعل حدث للصحابي الجليل الذي نام قبل المغرب. صحيح. نعم. فكان يجب عليه أن يستمر في الصوم فشق عليه، وكانت هذا سبب في نزول الوصال. نعم، الوصال. نعم. وهذا الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم كانت له هذه الخصوصية في أن يصل، قال إني يبيت ربي يطعمني ويسقيني. فكان الأمر أنه يأكل ويشرب ما لم ينم أمر شاق، فتم التخفيف بعد أن تدربوا عليه. تبقى المسألة متى كانت هذه المراحل بالضبط؟ الله أعلم، هل كانت في شهر واحد، الشهر الأول، شهر رمضان الأول الذي صاموه، هل كانت في العام الثالث مثلا، هل الله أعلم. ولكن هذه المراحل ذكرها القرآن الكريم، إن جاز لنا أن نسميها مراحل. فقط أنا أريد أن أقف عند الآية التي أشار إليها الدكتور، وهي قوله تبارك وتعالى فمن كان منكم مريضا، أو قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين
والرواية الأخرى فدية الطعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. التفسير الراجح هو الذي ذهب إليه ربما الدكتور، وهي أن وأن تصوموا خير لكم بمعنى أن تحملوا أنفسكم وتتحملوا هذه المشقة بدل أن تذهبوا إلى الفدية. فيه قول آخر وهي أن هذا الأمر كان على التخير، إن شئت أن تصوم أول الأمر، وإن شئت أن وإن شئت أن تفدي. تأتي الآية التي بعدها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هذه على من قال بأن ذلك كان التخير ما بين الفطر وما بين الفدية، فقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه تلغي ذلك التخير على من قال أنه تخير. فخلاصة الأمر أن هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، لا تحمل معنى التخير بين الصيام وعدم الصيام إلى يوم الناس هذا، وإن حملت هذا المعنى فإنه تحمله كمرحلة أولى من مراحل تشريع الصيام، هذا على قول من على قول من قال بأنها للتخير. وأما القول الآخر الذي ذكره هو القول الأوفر، وهي أنها كانت حث للمسلمين في ذلك الوقت للصحابة على أن يحملوا أنفسهم، الذي يجد مشقة في الصيام يحمل نفسه ويصوم لأن ذلك الصيام هو خير له. فخلاصة الأمر أنه لم يقل أحد من العلماء، ولنا أن نتصفح كل كتب أهل العلم وكل كتب الفقهاء وكل كتب المفسرين وكل كتب علماء الإسلام، لم يقل أي أحد منهم أن الصيام الناس اليوم هو على التخير، من شاء أن يصوم ومن شاء أن يفطر، ويستدلون بهذه الآية. ونرجع إلى كتب الفقه وكتب التراث وكتب التفسير، فإنها لا تخرج عن هذين القولين، أنها تفسر أنه فيها حث على أن يحمل الإنسان نفسه في الصيام، والقول الثاني أنها كانت على التخير في بدايات فريضة الصيام وألغيت أو نسخت بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه وانتهت المسألة. أما أن نستصحب هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له، أن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، نستصحب هذا الخيار على من قال به إلى يوم الناس هذا، فهذا ينبئ عن جهل عظيم بما هو عن جهل عظيم بالقرآن، وعن جهل عظيم بالتشريع الإسلامي، وعن جهل بأقوال العلماء وبأقوال المفسرين وبأقوال الفقهاء الذين ينبغي علينا أن نرجع إليهم، فإنهم الأدرى والأعلم بما في كتاب الله عز وجل. شكرا أستاذ مسعود مياد. دكتور الخميسي بزاز، ربما لك ما تضيفه في نقطة التخيير في الصيام وتضع تحتها أسطر حتى يتوضح المفهوم أكثر كيف نسخ هذا التخيير. بارك الله فيك. هذا على كما قال أستاذ مسعود، إذا كان هناك أصلا القول بأنه هناك تدرج ثم بعد ذلك نسخ. هو الحقيقة أستاذ حمزة، مع الأسف كثير من الناس يحاولون أن يتصيدوا بعض السقطات في التاريخ، أو يحاولون أن يقرأوا قراءة خاصة لا تستند إلى أي أصل من أصول القراءة السليمة في فهم النصوص الشرعية، مبتورة عن سياقاتها، ثم بعد ذلك مبتورة عن 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 تاريخ التشريع. نحن عندما نريد أن نتحدث على مسألة شرعية، خاصة إذا تعلق الأمر بشيء معلوم من الدين بالضرورة كالصيام، هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة، علينا أن نذهب إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم ونعرف كيف عاش النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفريضة، وكيف مارسها، وكيف مارسها أصحابه، وكيف توارثتها الأمة جيلا عن جيل، تنقل عنهم بالتواتر. كل المسلمين في العالم أجمع يعرفون الصوم بالصورة التي نعرف، لأنه الصوم الذي صامه النبي صلى الله عليه وسلم وصامه أصحابه ونقل كما عرفوه، فلا يمكن أن نبدع شيئا جديدا في ممارسة شعيرة من شعائر الدين ثم بعد ذلك نخرج على الناس ربما
بكلام لا يستقيم بأن نقول بأن الصوم ليس فريضة إنما هو على التخيير. هذا الكلام لا يستقيم لا أمام المنطق القرآني ولا أمام الحقيقة التاريخية ولا أمام إجماع الأمة التي تواترت كلها على أن الصوم هي هذه الصورة التي يعرفها المسلمون في العالم أجمع. فقط أخي حمزة إذا سمحت، ونحن كنا نتحدث على المشقة، أريد أن أذكر نفسي وإخواني المشاهدين والمشاهدات الكرام بأن المشقة الموجودة في التشريع على نوعين، لأننا كنا نتحدث على الذي يطيق ولا يطيق، فمهم أن نبين هذا. المشقة في التشريع على نوعين، مشقة لا تنفك عن التكليف الشرعي، يعني هي جزء من التكليف الشرعي، يعني إنسان راقد نائم وأذن الصبح يقول لك صعب القيام من الصبح من النوم ثم الوضوء ثم الصلاة، فيها مشقة. نعم فيها مشقة، ولكنها مشقة مرتبطة بالتشريع، هذا الوضوء، هذا السعي ربما إلى المسجد، هذه مشقة مرتبطة بالتشريع، مرتبطة بالتشريع دكتور، ومقصودة ومقصودة، نعم، لأنها تدريب للنفس، نعم، ومقصودة، نعم، ومتحملة، نعم، يعني صحيح. يستطيع الإنسان أن يتحملها، هذه لا يمكن أن يتحجج بها. قال كاين مشقة، نعم موجودة هذه المشقة، لأن المشقة هي سبب نوال الأجر، هي سبب نوال الثواب عند الله عز وجل، هي أيضا مجاهدة النفس، وهي الماء الذي نغذي به شجرة الإيمان فينا فتنمو وتزهر وتعطي هذه النتائج. أما تلك المشقة التي تخرج عن التكاليف الشرعية والتي لا نطيقها، هذه مشقة مرفوضة في الدين، هي المشقة التي تسبب ضرر، هذا المشقة، كل مشقة يمكنها أن تسبب ضرر هذه مشقة مرفوضة. يعني إنسان يجري عملية جراحية على عينيه ويقول له الطبيب لا تتوضأ ولا لا تسجد، ويقول له لا نتوضأ وأسجد، نقول له ساعتها هذا لا يستقيم، وهذه المشقة ليست مقصودة، وهذه المشقة لا يريدها الشارع، لا يريد الشارع الإضرار بالمسلمين ولا أن يسيء إليهم. فإذا مهم جدا أن نقول بأن المشقة الموجودة في الأحكام الشرعية مشقة مقصودة، يعني الإنسان يصوم نهار طويل 16 ساعة 17 ساعة، لا شك أنه قد يعتريه التعب، قد يصيبه الجوع أو العطش، هذا مقصود وهو من التشريع. أما المشقة التي قد تفضي إلى الموت، هذه لا يمكن أن يقبل بها الشارع الحكيم ولا أن تعتبر في الدين. هذا عن المشقة وعن التدرج في الصيام وتدرج في فرضيته. فماذا عن الركن الرابع من أركان الإسلام، الزكاة؟ كيف كانت فرضيتها أو التدرج في فرضيتها، خاصة وأن غالبية النصوص، أو هناك نصوص كانت مكية ونصوص مدنية؟ دعنا نتحدث عن ما جاء في السنة الثانية ثم نعود إلى الوراء السنوات المكية. نعم جزاك الله خير. تفضل استاذ سعود. حقيقة من بين التكاليف الشرعية التي أوجبها وفرضها الله عز وجل على المسلمين في هذه السنة، وهي فريضة الزكاة. الزكاة التي عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد بأنها قرنت بينها وبين الصلاة في كثير من المواضع، فهي أخت الصلاة. 27 مرة. في 27 مرة. يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، لذلك استند إليها سيدنا أبو بكر، قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، وحارب أهل الردة الذين امتنعوا عن أدائها، وكان حجته هذه، الله عز وجل جمع بينهما، فلماذا تفصلون بينهما؟ يعني عندما نرجع إلى الصلاة، إلى الزكاة عفوا، نجد بأنها ذكرت في القرآن الكريم معرفة هكذا، الزكاة 30 مرة، 8 مواضع من هذه 30 في الصور المكية، والباقي 22 موضعا في الصور المكية. ولعل وجود لفظ الزكاة في الصور المكية أثار تساؤلا عند الدارسين وعند الباحثين وعند المشتغلين،
كيف تكلم القرآن المكي عن الزكاة وذكر الزكاة، بينما الزكاة فرضت في المرحلة المدنية في السنة الثانية للهجرة، فجعل هذا الأمر بعضهم يقول إلى أن الزكاة فرضت في مكة، وإن كان هو قول مرجوح، لأننا عندما نتأمل كلمة الزكاة المذكورة في السور المكية نجد أنها جاءت في سياق الإخبار، إخبار الله عز وجل عن أنبيائه بأنهم كانوا يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، كيحيى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وأمرني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، فزكريا يتكلم عن نفسه، أو كلام الله عز وجل أو إخبار الله عز وجل عن أهل الجنة وبأنهم كانوا يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، فلا تحمل معاني التكليف، بالإضافة إلى أن الكلام عن الزكاة في الصور المكية إنما هو كلام عام، فيأخذ معنى الصدقة ويأخذ معنى البذل ويأخذ معنى العطاء الذي كان العرب قد تعودوا عليه أو ألفوه، باعتبار أنهم من بين الشيم التي اتصف بها العرب الكرم والعطاء، فذكرت الزكاة في المرحلة المكية من باب أن الزكاة تحمل معنى الصدقة، تحمل معنى إعطاء الآخرين، تحمل معنى كما جاء في سورة الماعون: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين يراءون ويمنعون الماعون. الماعون هنا يتكلمون عن إعارة وإعطاء تلك الأواني التي يعينون بها غيرهم، فكلمة الزكاة إذن في المرحلة المكية لا تخرج عن هذا المعنى، وإلا فإنه لم تعرف في المرحلة المكية أي أنصبة من 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 أنصبة الزكاة كما هو معروف، ولم يعرف أي نوع من أنواع الزكاة كما هي معروفة، فجاءت المرحلة المدنية التي فصلت هذه الأمور، حتى وإن كان هناك من قال كما ذكرت بأن الزكاة قد فرضت في المرحلة المكية، ويستردون ببعض الأحاديث حديث النجاشي، حديث جعفر بن أبي طالب مع النجاشي: أمرنا بالصلاة والزكاة، وحديث هرقل أو حديث سفيان مع هرقل: ويأمرنا بالزكاة، فإنها لا تخرج عن معنى العطاء ومعنى البذل الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر به في سياق الأمر بمكارم الأخلاق، في سياق أمره بكل ما هو من خصال النفس البشرية الزكية التي نصب إلى أو يصب إليها النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن يكون منها، ليست على سبيل أنها فريضة وأنها إجبارية، وإنما تأتي في هذا السياق، فأمرنا بالصلاة والزكاة وصلة الأرحام وإعانة المظلوم وغير ذلك مما جاء في سياق كلامه. إذن حتى وإن جاءت الإشارة إلى أنه أمرنا بالزكاة في بعض الأحاديث فلا تحمل معنى الفريضة بما هو معروف بالأنصبة وبالشروط وبالأنواع وبغير ذلك كما ذكرت في السنة الثانية، وسيفصلها الدكتور إن شاء الله. شكرا أستاذ مسعود مياد. أستاذ الخميسي بزاز، في هذه النقطة نتوقف بعض الشيء، كيف يمكن لنا أن نوفق بين هذه النصوص المكية والنصوص المدنية، ونتحدث عن فرضية الزكاة في السنة الثانية بالرغم من أنها ذكرت في النصوص القرآنية التي نزلت في الفترة المكية؟ بارك الله فيك. والحقيقة الأستاذ مسعود ذكر تخريجا لهذا الأمر، وهو أن القرآن الكريم عندما يتنزل يتحدث على معاني يعرفها العرب، لأنه اللغة العربية لها اصطلاحان، اصطلاح قديم وثم الاصطلاح الذي ألبسه الشرع بعد ذلك لهذا المصطلح. فكلمة صلاة مثلا كانت العرب تعرفها قبل أن تفرض الصلاة بالصورة التي نعرفها نحن الآن، كانت بمعنى الدعاء: صلي لي، بمعنى أدعو لي، وصلي عليهم إن صلواتك سكن لهم، يعني أدعو لهم فإن دعائك خير لهم يا رسول الله. فالزكاة تحمل معنى النماء والزيادة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى معاني الخير، وكان القرآن الكريم يتنزل
في مكة المكرمة فيذكر كلمة الزكاة كما ذكر الأستاذ مسعود في 8 مواضع على سبيل الإخبار على قصص الأقوام الآخرين، وذكرت أيضا معاني أخرى قريبة من الزكاة كالصدقات وزجر القرآن الكريم أولئك الذين يمنعون الماعون ولا يعطون اليتيم والمسكين، كل هذا يمكن أن يخرج على أنها صدقة غير مفروضة، أي أن الزكاة التي أطلقت في الفطرة المكية هي صدقة نافلة ليست واجبة، ولكنها بعد ذلك حينما فرضت في المدينة المنورة فرضت باعتبارها ركنا من أركان الإسلام وأصبحت واجبة على المسلمين، ثم بعد ذلك تنزل القرآن الكريم ليتحدث على الأصناف التي تجب فيها هذه الزكاة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم الأنصبة التي يجب أن تخرج فيها هذه الزكاة، لأنه ما كل مال يزكى، يجب أن يصل هذا المال إلى قدر معين يسمى النصاب، فإذا بلغ هذا القدر من النصاب ساعتها يمكن أن تخرج منه الزكاة. وتحدث القرآن الكريم أيضا على الوجوه التي تصرف فيها الزكاة وسماها صدقة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، 8 مصارف حددها القرآن الكريم. فإذا ها هنا بدأ المسلمون يندمجون مع هذا الركن الجديد الذي على خلاف ركن الصلاة الذي اهتم بتهذيب النفس وتقوية العلاقة مع رب العالمين، وبخلاف الصوم الذي أيضا جاء ليهذب النفس ويرتفع بها لتصل إلى مرتبة التقوى، ها هي الزكاة ستكون ترجمان لذلك الإيمان وصدق ذلك الإيمان، لأنه ليس سهلا أن يخرج الناس أموالهم ويتصدقوا بها. ولأجل لما؟ لأن القرآن الكريم حبب رب العالمين من الغرائز التي أوجدها في النفس البشرية أنها تحب المال حبا جما، وأنها لا تعطي إلا بمجاهدة، وأن الأفضل عند الله عز وجل هو ذلك الذي يذهب إلى أفضل ما عنده من أموال فيعطيه، وأن الذي يتيمم الخبيث لينفقه هذا إنسان بحاجة إلى أن يراجع نفسه ويرتفع في مستوى العطاء حتى يرقى إلى ذلك المستوى الإيماني. فإذا الزكاة ركن توجه إلى عصب الحياة، توجه إلى المال حتى يدار في المجتمع، لأن المجتمع لا يدار فقط بالإيمان والتقوى، المجتمع الحياة يجب أن يدار بمجموعة أن من الشرائع أو مجموعة من الضوابط. المال عصب الحياة، إذا لم يكن هناك مال في المجتمع يمكنه أن يدير الحياة فإن هذا المجتمع سيكون مجتمعا مشلولا. ولأجل هذا كان هذا الاهتمام الكبير جدا من الإسلام بالمال وكيف أنه اعتبره قوام الحياة، فقال القرآن الكريم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما بها قوام حياتكم. بالمال قوام حياة المسلمين، وجعل لها العلي القدير جزءا هاما من التشريع أو جزءا هاما من النص القرآني، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. شيخنا الشيخ مسعود مياد، كيف نعيد قراءة هذه الآيات ونفهمها في ضوء العصر الحالي ونجري مقاربات من خلال هذا التشريع؟ نعم، جزاك الله كل خير. فقط إضافة إلى ما تكلم به الدكتور في كلامه الجميل عن الزكاة، وهي نستصحب معنا بأن المجتمع المدني هو مجتمع ناشئ
صحيح ما هوش بتلك الضخامة التي نتصورها مجتمع بسيط جدا، ولكن بدأت أسسه تتضح وبدأت معالمه تتضح، فكان لابد من تلبية احتياجات هذا المجتمع وأن تكون هنالك تشريعات من شأنها أن تؤسس لما يضمن بقاءه وازدهاره وتماسكه وتلاحمه. ونحن علماؤنا عندما يتكلمون عن الزكاة يتكلمون عنها باعتبارات متعددة، يتكلمون عنها باعتبار الزكاة مصدر من مصادر التنمية والمجتمع المدني بأمس الحاجة إلى تلك التنمية، بأن لا يبقى الأغنياء يكنزون أموالهم فلا يخرجونها، وكنز الأموال وادخارها هو عامل من عوامل انهيار الاقتصاد، فالزكاة تدفع هؤلاء إلى أن يخرجوا أموالهم، يعطوها للفقراء الذين تزداد لهم القدرة الشرائية، تزداد القدرة الشرائية يزداد الاستهلاك، يزداد الاستهلاك يزداد الإنتاج، وهكذا هذه الدورة التجارية. فهذا الزكاة هي التي جعلت المجتمع المدني ينتعش نوعا ما اقتصاديا، بالإضافة إلى أنه كانت هناك فئات هشة في المجتمع المدني، هذه الفئات الهشة من الذي يكفلها؟ هنالك شهداء يسقطون في المعارك، هنالك يتامى، هنالك أرامل، هنالك فقراء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بنى لهم في الصفة، يعني في 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 مؤخر هذه الفئات الهشة. فكما ننظر إلى الزكاة كونها مصدرا من مصادر التنمية، ننظر إليها كذلك كونها مؤسسة من مؤسسات التأمين ومؤسسات من مؤسسات الحماية لهذه والتكافل الاجتماعي لهذه الفئات التي كانت في ذلك الوقت على بساطتها. والمجتمع المسلم الآن الممتد في مشارق الأرض ومغاربها ما زال يحمل ويوجد فيه مثل هذه الفئات. فلننظر إذن إلى التشريع وكيف أن الزكاة عندما فرضت في وقتها، المجتمع تأسس، أصبح عندنا من يسيره، حدوده واضحة، معالمه واضحة، هنالك حاجة حقيقة إلى أن المال ينبغي أن يدور، إلى أن تتنمى، أن يكون هناك اقتصاد، هناك فئة هشة تحتاج، فيأتي الزكاة من أجل أن يلبي هذه الحاجة في ذلك الوقت ويلبيها في أي وقت من الأوقات. والآن يعني كبرى الدراسات وكبرى الخبراء الدوليين في المالية وفي غيرها لم يجدوا أفضل ولا أحسن ولا أدق من هذا النظام الرباني، نظام الزكاة، الذي لو طبق حقيقة لحقيقة نستطيع أن نقول أنه قضى على الفقر، ساهم في التنمية، وكفل تلك الفئات الهشة، حفظ كرامتها، حفظ صحتها، وحفظ وجودها. شكرا الأستاذ مسعود مياد. دكتور الخميسي بزاز، نأتي إلى ختام هذه الحلقة، ربما 3 دقائق أو دقيقتين متبقية، نحاول حوصلة ما جاء في السنة الثانية للهجرة، ثراء للتشريع، ربما فلاشات ومضات في نظام الزكاة. بارك الله فيك. فعلا إذن هذه السنة كانت سنة زاخرة، تغيير القبلة إلى بيت الله الحرام، وهو أمر متعلق بالصلاة، وهو أمر متعلق بالصلاة، ثم بعد ذلك فرضية الصيام، ثم بعد ذلك فرضية الزكاة وبناء منظومة الزكاة، لأنها منظومة قوية جدا ونظام اقتصادي مهم جدا. الزكاة بخلاف ما يتصور البعض هي ليست لقمة تعطى لفقير لتطعمه يوما ثم يصبح غدا جائعا من جديد، لا، هي منظومة تحاول أن تقضي على الفقر في المجتمع إذا أحسن التكفل بها وتطبيقها على الوجه الأكمل. وقد حدثنا التاريخ أن الزكاة استطاعت فعلا أن تكون رافدا من روافد اقتصاد الدولة في وقت من الأوقات. مهم جدا أن نذكر أيضا بأنه من الأحكام التي شرعت في هذه السنة الثانية للهجرة هي فرضية، هي سنية تشريع صلاة العيد، ويوم العيد، وهو يوم يعبر فيه الإنسان المسلم على فرحه لنجاحه في الطاعة والعبادة
عندنا في الإسلام العيد له ارتباط بالطاعة والعبادة، نفرح لأننا وفقنا إلى الصوم، ونفرح لأننا وفقنا إلى الحج. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يخرجوا إلى المصلى، فكان الناس يخرجون جميعا، كبيرهم وصغيرهم، رجلهم وأنثاهم، حتى التي لا تستطيع أن تصلي تخرج لتحضر دعاء المسلمين. وفي ذلك مظهر من مظاهر الانسجام والوحدة التي تجمع بين المسلمين في هذه الشعيرة المهمة جدا، والتي لا ترقى إلى الفريضة ولكنها شعيرة يحرص عليها المسلمون في كل مكان. وفي الجزائر تحظى هذه الشعيرة بما تستحق من مكانة لما تمثله من رمزية في المجتمع. دكتور الخميسي بزاز، أشكرك شكرا جزيلا على هذا النزول في هذا المجلس العطر. شكرا. الشيخ مسعود مياد كذلك أشكرك شكرا جزيلا على هذا النزول. مشاهدينا الكرام، أشكركم شكرا جزيلا كذلك على طيب الإصغاء والمشاهدة، وباسمكم أشكر الفرقة التقنية العاملة اللحظة بقناة القرآن الكريم بقيادة المخرجة تركية سعد زبيري. إلى أن ألقاكم في عدد مقبل، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.